العقيدة. كيف يقول أبو هريرة أخذ رسول الله بيدي في صحيح مسلم؟ أخذ رسول الله بيدي وقال لي: يا أبا هريرة، خلق الله تبارك وتعالى التربة يوم السبت، وأرسل الجبال يوم الأحد، وخلق الأشجار والنبت يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث دواب الأرض فيها يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من بعد عصر الجمعة بين العصر والليل، يعني 7 أيام. والله يقول في 6 أيام. جاء الإمام البخاري رحمة الله عليه، البخاري نفسه في التاريخ الكبير قال هذا الحديث ليس من كلام رسول الله، من الإسرائيليات. لماذا؟ لأنه يخالف في 6 أيام. لا يمكن أن أترك كتاب الله المتواتر الذي حفظه الآن ويحفظه الملايين عن الملايين عن الملايين عن عشرات الآلاف أيها الإخوة، وعن الآلاف من الصحابة، لكي أعتقد بحديث ثالث وإن أخرجه مسلم في صحيحه. هذا خطأ مسلم. مسلم ليس معصوما، البخاري ليس معصوما يا أخي، أبو هريرة ليس معصوما، أبو هريرة نفسه ليس معصوما. أبو هريرة عيش مع رسول الله أقل من 3 سنوات. ما هو الكم الذي حصله من إيه؟ من الحديث. ويعيش مع بني إسرائيل، مع ابن سلام ومع كعب الأحبار ونظائر هذين، كم سنة؟ 47 سنة. 47 سنة يتلقى الإسرائيليات. فأصبحت المسألة مشكلة جدا جدا، اختلط هذا بهذا. الذاكرة تخون، كما في صحيح مسلم بإشارة التابعي الجليل أن ذاكرة الرواة عن أبي هريرة كانت تخونهم، ليسوا كذابين حاشاهم، وإنما كانوا يخلطون بين ما قال أبو هريرة عن رسول الله وما قال عن كعب وعن غير كعب، يخلطون. كذلك أنا أقول ذاكرة أبو هريرة ستخونه، لأنها ثقافة شفهية، ثقافة روائية، والرجل لم يكن يكتم ولا يكتم، كان في الذهب هو لا يكتم العلم لكن لم يكن ليكتبه، إذن ينسى قطعا سينسى.